بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع هند لاروسي، مغنية هولندية مغربية عالمية. اليوم رح نتعرف على بورتري الفنانة الهولندية المغربية العالمية، نجمة البرامج الغناء بأوروبا لسنوات وحاملة الجوائز بالجملة، اللي انتقلت إلى لوس أنجلوس بأمريكا لتعمل بإدارة المنتج وكاتب الأغاني حامل جائزة الجرامي فيليب لورنس. عراب النجوم مثل برونو مارس، سيلو جرين وأيضا أدال. لاروسي اللي أصدرت أكثر من ألبوم وهيت وسنجل على مستوى العالم، واللي انتقلت بالسنوات الأخيرة إلى دبي لتخوض تجربتها العربية. لاكي أس أنت معنا اليوم، وأنا لاكي كمان كثير. خلينا مباشرة نبدأ بالفيديو من يوروفيجن على ما أظن. خبرينا شو كانت المناسبة. كانت أكثر مسابقات في أوروبا، وكنت أساعد هولندا، وكانت كتير مميز لأن يعني I was representing my country. وكانت كنت كتير متوترة في هذا الوقت لأن كتير من الناس يشاهدون هذا البرنامج، يعني ببدايتك بالأول. يا بالأول يا كنت صغيرة هناك، وكانت حلمي أول أن أكون أحد منهم، وكانت يا مشروع مميز، ويعني تعلمت كثير في هذا البلد. كانت في صربيا، وكانت عندي فريق اعمال يا كثير طيب، وكانت يعني اول مره كنت في هذا المسرح واكثر الناس يشاهدون. أول مرة كبروفيشنال يعني. Yeah, it was very heavy. يعني كانت كتير صعب. بس أكيد من هيدا التجربة لروسي تعلمت كتير، لأنه بس تكوني أمام جمهور هالقد كبير يعني بتصير التجربة أوسع لإلك أكتر وأكتر. بدي أعرف منك لروسي إنك هلأ أنت عم تتعلم اللغة العربية، كيفك مع اللغة العربية؟ لأنك عم تحكينا بالفصحى بس توب ماشي حالك. شوي خطوة لخطوة. يعني عندما تركت أمريكا جيت إلى دبي شرق الأوسط، وبدأت مع معلمتي وهي تساعدني كثير بالبداية. هي كانت من لبنان، وفي البداية ما كنت أتكلم أبداً أي شيء، وعندما كنت أتكلم مع الناس في الشارع أو كان عندي مقابلة كانت صعب عني، ولكن الآن أحسن، أنا أقرأ شوي شوي وأفهم. But you're a good student. You're doing great. شوي شوي. طب لاروسي شو كان هدفك من اللغة العربية؟ عم بتغني باللغة العربية. نعم. وبدك تنتقلي لهون. صح. يعني ما بعرف بين دبي وبيروت. صح. ما استقريت بعد. صح. يعني ممكن تجي من دبي على بيروت بعد تضليكون. صح. والله أنا كتير مرتاحة هنا. صح. لا، وكتير الناس من 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 لبنان يساعدوني وفي بالبداية، وحتى في فريق أعمالي جيت هنا لنسجل فيديو كليباتي مع عادل السرحان المخرج. ويعني أنا كتير مبسوطة عن الناس لأن أنكم كتير طيبين ومختلفين في أي بلد. والله سافرت كتير في حياتي. ما كنت سعيدة أبداً بتعيش بأمريكا، اشتقت كتير على الثقافة العربية. ولذلك مع انه في اختلاف بين المغرب. صح. ولبنان. صحيح. ولكن عمري ما عشت بالمغرب. عمري يعني انا ولدت بهولندا. امي هولنديه. صحيح. ويعني جيت الى دبي، وبعد ذلك بدات ان اسافر الى المغرب والى مصر، وتعلمت شوي شوي خطوه لخطوه عن شرق الاوسط. ولكن هنا شيء مميز. لقيتي حالك. والله. حابة الانطلاقة تكون من بيروت، الانطلاقة الفنية لروسي خلينا نقول، يعني أكثر من دبي، أكثر من القاهرة، حابة تشتغلي على حالك إنه الانطلاقة الفنية، يعني نعم. العالم تعرف أغانيك أكثر من لبنان. يعني هنا عندكم كثير فن، وكثير الناس موهوبين. أنا عندما كنت عايش بالأمريكا اشتغلت كثير عن الموسيقى فقط وعن الرقص، وكانت صعب لي لأن ما كنت مع عائلتي. عندما زرت بلدكم وبدأت تشتغل هنا
شعرت بالسعادة لأن الناس يحبوا الحياة. هذا مهم، يحبوا الفن، يحبوا يرقص، يحبوا يخرج مع عائلاتهم. بأمريكا ما نفس الشيء، حتى بأوروبا ما نفس الشيء. أنتم عندكم شيء مميز، عندنا روح حلوة، عندكم روح يا صحيح. طيب بما أنه لقيت حالك عنا لروسي، خبرينا عن لوست. أنت منك لوست أبدا حاليا، بس خبرينا عن لوست قبل ما نشوفها ونسمعها. لوست كانت أول أغاني سجلتها بأمريكا. كلمات شوي هافي، وهلا كانت حياتي بهذا الوقت شوي ايضا. ولكن اللحن هي شوي كثير يا ملو يا ملو ملو يا ملو رايقه، يعني رايقه فينا نقول رومانسية فيها شوي، ولكن فيها أيضا شوي غريبة مع البيت. بعد ذلك عملنا أيضا ريميكس، وهي طلعت في لائحة بيلبورد. بيلبورد it's very well known. كانت أول مرة كان عندي يعني كنت ناجحة. انطلاقة قوية صح؟ أنا لا قوية. لا، الانطلاقة كانت قوية. ما فهمتك. يعني كبداية it was something really huge. It was unexpected. صح، unexpected. Okay. أغنية لوست اللي هيدي تقريبا عمرها 4-5 سنوات خلينا نقول لورا، وصورتيها تحديدا بلوس أنجلوس بأمريكا. خلينا نحكي شوي عن هالفيديو كليب الجديد من نوعه، كأنه بالفضاء، kind of alien something like yeah, this is what شوي. I saw. Yeah, شوي. Yeah, it's like يعني I'm wearing a mask also. لأن أريد أنا في رأسي أنا كتير مشغولة، وأنا كتير أنا حزينة. أنا لست I cannot express myself the right way. So we want شوي غريبة. حتى النار هي بتكون عندك مشاكل أحيانا، لا تعرف وين الطريق في حياتنا تمشى. وهذا الوقت كنت في البلد، ما كنت سعيدة، ما كنت أعرف وين حياتي تتمشى، وكنت كثير في رأسي كل شيء، كنت أفكر وكنت حزين على هذا الموضوع. ولذلك عملنا شيء في استوديو شوي دراماتيك خلينا نقول. بس كمان في شاترد جلاس، انا شفت ازاز مكسر عليك هيك. صح يا كانت كثير مميز في استوديو، لان الدايركتور هو اخذ راسي. He cut it in a way and then he moved it so it started to move in a way that it looks very strange. بس معروف عنك لروسي انه انت كمان بتتدخلي بكل شيء، بالاغاني، بالتصوير، مزبوط؟ صح، كل شيء. حتى بكتابه الاغاني. بكتابه ايضا، نعم. انا بحب يعني ان اكون قريبه من الناس. Involved بكل شيء. وحتى I like to be involved. هذا الشيء very important to me، مهم لي. أكيد. لا تحسي أكثر بالعمل. بش يساعدني أيضاً في المسرح. أكثر. صح. طبعاً. لروسي خلينا نحكي عن أغنية تانية، ننتقل لشيء في كتير أغاني. بعد بدي أحكي عن Your Heart Belongs to Me. يلي جابت 250 مليون مشاهدة. صح؟ صح. يلا شو تفاصيلها؟ كانت أول أغاني كتبته مع رجل من الهولندي تيرت فان زانا، وكانت أيضا هذا الوقت عندما تكون في هذا المسابقة يوروفيجن، كل بلد يأخذ أحد، ولكن هذا الوقت كانت شوي مختلفة لأنهم يأخذ فقط الدولة. يعني هم بعثوا لي بالهاتف أسألوني ممكن لروسي تساعدنا في هذا المسابقات، وأنا ما فهمت. ما عندكم مسابقات في التلفزيون تأخذوا أحد مغني، أحد فنان. وبعد ذلك قالوا لا، نحن نريد أنت تغنينا شيء أنت تبغيك. This is Moroccan. تبغيك. يعني أخذت الناس. ولأن معروف بالمسابقات لروسي بيغنوا أغاني
مش بالضرورة جديدة. أغاني لغير صغير فنانين. هي الأغنية اللي سمعناها بأول الحلقة. مزبوط. أوكي. وأنا كنت 17 عندما كتبت هذا الأغاني. يا أول مرة كانت خرجت أغاني. It's a beautiful song. It's a beautiful song. لروسي خلينا نقول مدير أعمالك المنتج هو فيليب لورنس يلي هو كمان بيشتغل لأديل لسيلو جرين وأيضا لبرونو مارس. نعم. حسيت شي مرة بالمنافسة أو حسيت بالعكس إنه you are so lucky انه يكون المنتج تبعك صح نفس المنتج لكل هالاسامي كبيرة عالميا؟ نعم نعم it was كانت كتير كنت عايشة بهولندا وكنت احد one day يعني في اليوم هو بعت لي رسالة وقال لي انا نبدأ شركة جديدة واريد ان اساعد الفنانين في من بدايتهم وهذا عندما كنت صغيرة كان عندي حلمي تعامل مع كاتب مشهور في أمريكا ترقص هناك تعلم منهم وذهبت هناك عندما تعرفت علي كنت كتير متوترة لأن أنا أحترمه كتير بسكسس هو ناجح واو واو كل أغاني أنا كنت بتغنيهم وبعد ذلك كيف سمع صوتك فيليب لورنس؟ كيف سمع صوتك؟ بالإنترنت. بالإنترنت. وبعد ذلك جلسنا مع بعض. قال لي بالبداية أنا ما بعرف إن أحبك أو لا. واشتغلنا حتى 5 صباحا. هو كان في هذا الوقت مع بيونسي في المسرح وكانوا في السوبر بول. هي أكبر يعني جيم إن أمريكا كنت كتير متوترة وأحترمه ولكن شوي شوي خدنا وقت مع بعض وهو يبدو يساعدني كل أسبوع يجلس معي يسمع الكلمات ويأخذ وقت ونتكلم عن يعني الستايل الأسلوب قال لي أنا أحب أسلوبك يعني أنا ألهم أنت تكون ناجحة في الشرق الأوسط لأنت عندك مزيج صحيح سمعنا فيروز سمعنا أم كلثوم سمعنا مايكل جاكسون باش تعملوا المزيج ولكن الناس من أمريكا هم يفهموا فقط البيت والموسيقى بوب ليه أسلوبهم عندما بدأنا قلت له لا خصنا نريد نزيد الموسيقى طبلة مهم شرقية the violin مهم ممكن أحيانا شوية كلمات أنا تعلمتهم في استوديو شوي وكانت كتير special يعني الانطلاقة كانت رائعة وجيدة جدا وهي أنت موجودة معنا وموجودة بكل يعني الشرق الأوسط رح نتوقف مع فاصل إعلاني لروسي ونرجع منتابع مع المغنية المغربية الهولندية اللي عن جد بالفعل صوتها رائع أنا شوي حسيت صوتها بيشبه أديل شو رأيكم أنتم شاركونا رأيكم بهذا الموضوع بريك ومنتابع شرفتونا لروسي اللي نحن سعداء ان بضيافتنا كمان مره اهلا وسهلا لروسي جانا بكات اند ماوس نعم الاغنيه حلوه كثير التصوير حلو كثير بدنا نحكي عن كثير اشياء اولا ليش كل ما يكون عندك تصوير بالمنطقه العربيه ان كان بدبي او بلبنان الاسم يلي بتختاريه هو عادل سرحان هل لأنك نجحتي معه بدي أعلق على الرقص بعدين كمان بدنا نحكي بالرقص أوكي. كانت أول مرة سجلت فيديو كليب في شرق الأوسط تعرفت على عادل سرحان بدبي عندما جلسنا مع بعض بالبداية نحن كان عندنا نفس الطاقة كانت شوي مثل هو كان صديقي من قبل قال لي أنا أريد نعمل معك شيء مختلفة بعتت له أنا أريد أن أرقص في فيديو كليب هذا أهم شيء وأخذي لي مكان جميل ممكن صحراء قال لي يلا أنا عارف
مكان في الصحراء جميل، وعندي فكرة درجة أيضاً. الحرارة 40 كتير صعب كتير صعب، كانت عندي مكياج تمشي حتى تحت طبعاً. وكنت أرقص كل يوم كل يوم كل يوم، حتى بالليل كان حطينا البوس كنت أرقص فوق، ويعني كتير كتير صعب، ولكن ولكن end result كتير result. You did a great job بهذا الفيديو كليب. أنا بدي أعلق على المزيج اللي موجود بالأغنية، يعني بين ما حطيت كلمة حبيبي وشوي هيك من مزيج من الموسيقى الشرقية هيك قطعتي فيها شوي، وكأنه يعني بدك توصلي للجمهور العربي بهالأغنية. نعم، أنا بدأت مع اللغة العربية وفكرت بهذه الأغاني، هي كانت بكل لهجة إنجليزية اللغة الإنجليزية. بعدين أنا وعادل جلسنا مع بعض حتى هو يساعدني مع الكلمات. خلينا نوه وقول إنه هالأغنية من كتابتك. كتبت أيضا الأغنية، ولكن أنا وعادل كنا بتفكر يعني كيف نزيد الكلمات، كيف نعطي الجمهور أكثر من الإنجليزية. ويعني مشينا مع بعض في استوديو، وبعد ذلك أيضا اشتغلت مع جي مانوكيان هو يعمل ريميكس في كيت كات اند ماوس، هو يزيد كتير اللحن العربية. He made like a beautiful break completely Arabic with معروف جي بيقول الحركات معروف كتير. ما تنسى الرقص الشرقي كمان، رقصت لبست البدلة. اي مزبوط. يا اخذت ديزاينر هناك وبعتت له عملي شوي باللون ازرق، ولكن خلي تكون كيرفي باش تشوف ايضا the body الحركة. طيب لروسي، يعني من امريكا والعالم خلينا نقول، وحكينا عن اسامي كتير كبيرة عملتي معهم وجوائز كمان حصلت عليها، ليش مصرة تكون متواجدة بالشرق الأوسط؟ يعني عملت أغاني ميكس أكيد باللغة الإنجليزية والعربية، بس ليش حابة أنك تستقر هون؟ لأن أنا كنت في كل حياة عايشة بهولندا، كان عندي كانطلاقة عم بحكي قلتي لنا هولندية قلتي لنا انه لقيتي حالك هون اكثر، بس كانطلاقة كستار هولندا صغيرة. هولندا صغيرة جدا، وعملت كل شيء في هولندا. طب علي والاسامي اللي تعاملت معها علي علمتني عن الموسيقى، غيرت اسلوبي، تعلمت مع البرودوسر، اخذت اللي بدك اياه وجيتي اي انفستد 5 سنوات فقط الموسيقى والرقص، بس ما انطلقت هونيك وحققت نجاحات كتير كبيره. ما كان بدك تكفي انا كثير مرتاحه هنا، وانا كثير مبسوط. ما بعرف ان احنا مبسوطين فيك اكثر هون خليك عنا نشوف حالنا فيك. لروسي بدي احكي عن اغنيه سينمان. سينمان نحن نوع من البهارات يعني خلينا نقول، بس الاسامي تبعك غريبه عجيبه بس حلوين. صح، فيها كثير من عطر الشرق هيدي الاغنيه. حكايه سينمان كيف بدات معك؟ عن شو بتحكي؟ غير ستايل عن مول، عم بتجربي تغيري ستايل؟ عندما انا وفيليب لورنس جلسنا مع بعض كلمنا عن المغرب وكلمنا عن الشرق الاوسط، بعثت له نحن في المغرب يحبوا كثير سينمون القرفه في كل الطعام، هي يعني it makes everything sweet everything حتى لون جسمي هي سينمون. قال لي انت سينمون، ممكن تغير اسمك تكون سينمون؟ بعثت له ممكن. بعد ذلك قلت له لا يلا غير اسمي من هند الى لروسي، لان الناس في امريكا لا يقدرون بيقولوا هايند شو هايند اسمي هند. وبعد ذلك غيرنا اسمي بالروسي، ولكن قلت له مثل انا اخذت سينمون يعني اسم ثاني. بس حلو سينمون. كثير حلو الكليب اللي تصور هون بجبال، بمنطقه جبال. باصعب وقت باللوك داون. صح، وقت كورونا. خبرينا باي ظروف يعني. جيت لي وحدي الى بيروت.
قلت له عاد سرحان، هو قال لي يلا جاي من بيروت، انا عندي تيم كلهم موجودين معي. قلت له انا لا اوافق معك الان. لا قال لي خلاص انا I take care of you it's gonna be okay. ولكن فقط اشتغلت اسبوعين في الصباح، كان عندي دروس عربية كل اليوم، بتشتغل على الرقص والكوريوغرافي، وبدأنا مع بعض تحتير. مع المصمم أزياء يعني عملنا مزيج مع الستايل حتى بالملابس، في ستايل عربي مزيج عربي حتى بالملابس. صح. ولو أنه أنت عم بتغني شوي هيب هوب، خلينا نقول R&B يعني. هذا شوي من أمريكا أخذته. عمل عالمي. بس قد ما بتحب الرقص، أنا كتير شايفتك بميوزيكال. وارد الفكرة عندك ممكن تعملي شيء هيك برودواي ستايل، ما بعرف، كونك بتحب التمثيل والدراما أصلا من أنت وصغيرة كمان، يعني ممكن. بشوفك على المسرح صح؟ يا بحب كتير ميوزيكوز في هولندا. أسألوني مرة بعد مرات، ولكن بقتت لهم لا، عندي حلمي أكبر من الميوزيكو. في هولندا عندما تبدأ بالموسيقى هي صعب تخرج منها. هو يبعث لك اسم أنت ميوزيكال ستار فقط. ولكن حلمي بوكاهونتاس، لاين كينج، كلهم بحب يساعدني كتير مع الغناء بالبداية. يعني الآن حتى الآن أنا أحيانا أنا أسمع الأغاني بيساعدني ومع اللحن، وعندما أتمرن صوتي ويعني شو بتحب تغني بقى ميوزك؟ إيه لأن ما عندنا شيء غير الميكرو. بوكاهونتاس يلا أو my song whatever you like. شو بت whatever you choose. whatever you choose. بتغني شوي cat and mouse وcinnamon ممكن. يلا mash up cat and mouse. I like playing the game, messing with your brain, make you go insane, won't let you go away. I like figuring out where you hiding out and what you're all about, so I can track you down. أنا رح كون هدك دايما حبيبي من أول بدك هيك. I can smell your fear, oh my dear, you wanted it from the start. Getting ready to be running around, won't make a sound on my heart and ground. Gonna watch you from a mile away, sit and wait, set the bait. Getting ready to be on the prowl, putting on my crown when you come around. I'm the boss when you enter the house, you know I'm the cat, you're the mouse. Are you the cat and the mouse? Oh, I'm the cat. We are the cat. We are the cat, yes, the women. Exactly. ختاما معك لروسي، شو مشاريعك؟ شو عم بتخططي هلا للمستقبل؟ ناوية تسكني عنا ببيروت وتعمل الانطلاقة؟ نعم. او تبقى الإقامة بدبي؟ شو هل ممكن تنزلي أغنية بس باللغة العربية؟ يا سجلت أغنية جديدة وترجمتها باللهجة المصرية. اول مرة كل أغاني باللهجة المصرية. بارحة صورنا الفيديو كليب في بيروت، كانت كتير، كنت كتير مبسوطة. عملنا شيء عملناها في استوديو. امتى بتنزل الغنية؟ الغنية انا اريد ان افاجئكم مرة ثانية على هذا. يعني it's about a snake، يعني it's another animal. بس امتى نحن بنسمعها؟ ممكن بعد 2-3 months، بعد 3 أشهر. يعني فيها كتير وقت شغل، لأن كل فيديو كليب نأخذ شوي وقت perfect edit. حتى الآن أنا وعادل فكرنا عن عمل CGI أول مرة، بحطوا شيء من background. ودي ذلك اشتغلت بالأمام الجرين سكرين. كروما. كروما.
وحتى ممكن أغني في أي مكان بيروت. نحن نتكلم مع البروموترز الآن. أنا أتمنى أن نكون في مسرح ونغني. أيوة ونحن بنتمنى نشوفك كمان بالسهرات. أكيد you deserve it لأنه إن شاء الله. وانبسطنا فيك كتير, انبسطنا تعرفنا عليك in person, انبسطنا أنك موجودة عنا, ومن نتمنى لك best of luck وين ما كنتي. شكرا وشرفتينا هند لاروسي. شرفنا, شكرا كثير, انا ممتنه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.